سويت لي كتاب اسمه 60 دقيقة في مرسم عبد الله محرقي، وبديت بعد بنات أصورهم. شهر جولاي شهر 7 كذي عرفت إن البحرين تحتفل بيوم المرأة أول ديسمبر، أبي أشارك في فرحة نسوان البحرين وبنات البحرين، أبي أسوي لوحة شلون تستوي عن الفنانات البحرينية. اختاريت 10 فنانات بحرينيات، من العشرة واحدة كويتية بس كويتية المولد وبحرينية المنشأ. عن هاي المعرض عن الصراحة كان مفاجأة بالنسبة لنا احنا ك الأستاذ عبد الله يانا المراسم مالتنا من 2011 على فكرة. هاي الكتب ليست يعني شيء حديث الإنجاز، فصورنا وبعدين الظهر مع الشيخة هلا حبوا يسوون هاي الفعالية بمناسبة يوم المرأة، فكان وايد الفكرة موفقة.